هل الميكروويف من مسببات السرطان؟ السؤال ده مهم جدا، وقولا واحدا هنا في سوبر هيلثي، الميكروويف يا جماعه ما بيجيبش سرطان. الميكروويفز الحديثه ما بتجيبش سرطان، اللي بقالها 10 سنين او 15 سنه كمان ما بتجيبش سرطان. اي ميكروويف عندك في البيت من 15 سنه ما تخافش منه، ولكن تاخد بالك من الباب بتاع الميكروويف. الباب بتاعه لو مكسور لازم تغيره، الباب بتاعه لو مش بيقفل كويس لازم تغيره، لكن الميكروويف في حد ذاته ما بيجيبش سرطانات خالص ولا في اي مشاكل. كل مطلوب منك بس لو في واحده حامل في البيت ده ما تقفش جنب الميكرويف وتحطه جنب بطنها كده، يعني ما تقفش قدام الميكرويف لحد ما يخلص. لو انت حامل تشغلي الميكرويف وتروحي بعيد لحد ما يخلص ويعمل لك الصوت تين، تروحي بقى تجيبي الاكل بتاعك. طيب الاكل اللي جوه الميكرويف ده هيبقى مسرطن يا دكتور؟ لا، قولا واحدا علميا وطبيا وفيزيائيا ملوش اي علاقه بالسرطانات. الميكرويف امن 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 يا جماعه، والكلام ده انا كنتش بقول كده زمان، خدوا بالكم كان كلامي قبل 2012 مختلف عن الان. يعني قبل 2012 او 2013 كنت معارض تماما للميكروويف، لكن لما بدات ابحث وادخل في الابحاث واشوف الناس اللي عملوا الابحاث عملوا على ايه والاساس الفيزيائي والاساس العلمي والطبي وهكذا، لا اكتشفت ان الموضوع امن تماما تماما تمام. ودي المرونه في الطب، دي الجراه والشجاعه في الطب، ان انا ممكن اغير كلامي عادي. لازم تكون عارف ان انت لو كنت بتؤيد حاجه واكتشفت انها غلط ولازم تغيرها غير، ما تخافش.